برحب فيكم بحلقة جدا مميزة لكل الأشخاص اللي عم يتابعونا، عم يتابعوا حلقة خاصة بالمطبخ، وهالحلقة ضمن الفرصة الذهبية. شو يعني الفرصة الذهبية؟ يعني حلقة جدا مميزة، طبعا نقدم لكم منتجات بعروض جدا هائلة، لكن هيدي العروض أو الخصومات مدتها أسبوع واحد بس. كرمال هيك إذا عجبكم أي منتج مباشرة اتصلوا واطلبوا المنتج، ما تفكروا مرتين لأنه الكمية جدا محدودة. لكن الأشخاص اللي ما عندهم وقت يتابعونا على تي في، ما تاكلوا هم، فيكم تتابعونا عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالمحطة citrustv.com، تتصفحوا وأيضا تطلبوا المنتجات اللي أنتم بتحبوها. مو بس هيك، إذا أنتم من الأشخاص اللي بيتابعوا دائما الموبايل وما بيقدروا يشيلوه من إيدهم، صار في عندكم أبليكيشن خاص بالمحطة citrustv.com، وهو بكل سهولة بتعرفوا المنتجات اللي نحن مقدمينها، بتقدروا تحضروا حلقاتنا، وبنفس الوقت بتقدروا تطلبوا المنتج بكل سهولة وبيوصل لباب بيتكم. أما بالنسبة لحلقتنا اللي مقدمين لكم إياها اليوم، فهي حلقة جدا جدا رائعة، لأنه العرض اللي مقدمينه روعة، مستحيل تلاقوا هيك عرض قبل هلا. شو هو المنتج اللي نحن مقدمينه اليوم؟ مقدمين لكم اليوم منتج عصارة بتقنية العصر البطيء من الماركة الإيطالية الشهيرة بلزانو بيج ماوث. ليه؟ لأنه نحن عم نحكي عن فوهة كبيرة لهيدي العصارة، مثل ما لكم شايفين هون، تقدروا تحطوا حبة الفواكه كاملة مثل ما هي طبعا بهيدي العصارة اللي بتعمل بتقنية العصر البطيء. طبعا هيدي العصارة الهائلة اللي نحن مقدمين لكم اياها اليوم في مرفقات مختلفة طبعا جاية مع هيدي العصارة. في عنا طبعا مصفايتين، المصفاية الأولى اللي موجودة بالداخل وخاصة بالعصير، وأيضا عنا المصفاة الثانية الخاصة بالسمودي، وأيضا عنا القطعة الأساسية الموجودة بقلب هيدي العصارة اللي هي بتعمل عملية الهرس واللي بتعطينا العصير، وايضا عندنا وعاءين خاصين بالعصير، وايضا خاصين بلب الطعام اللي بيخرج او لب الفواكه والخضار اللي طبعا بيطلع منه العصير. كل هيدا الشيء مقدمينه ضمن الفرصه الذهبيه بسعر جدا تنافسي، عم نحكي عن 799 ريال سعودي. هيدا مو كل شيء، كمان في عندنا هديه رائعة، لأول مرة منقدم هيك هدية عبر شاشتنا، ما هدية منا قطعة واحدة ولا قطعتين ولا ثلاثة، هي هي المجموعة كاملة أواني الطهي من ماركة وينسر. هيدي المجموعة هي هدية مجانية، عبارة عن ثلاث طناجر، وأيضا عنا مثل ما أنا شايفين هون مقلايتين كتير حلوين، وأيضا عنا هون طبعا أدوات خاصة للطهي. كل هيدي المجموعة متكاملة قيمتها 579 ريال سعودي، مقدمين لكم إياها هدية مجانية. هيدي المجموعة كنا نقدمها بحلقة مستقلة كمنتج لوحده اليوم، وضمن الفرصة ذهبية ولأسبوع واحد بس رح تحصلوا على هيدي المجموعة هدية. لكن خلينا كمان هلأ نحكي أكثر عن عصارة المميزة اللي نحن مقدمينها اليوم من ماركة بلزانو الإيطالية، اللي بتقدر تعصر لنا كل شيء بيخطر على بالكم من الفواكه ومن الخضروات، لتحصلوا على طبعا مثل ما شايفين هون فوائد الكاملة لكل الخضروات والفواكه والأعشاب والحشائج اللي انتم بتحبوها، تحصلوا على المكون الغذائي 100% من القشور وحتى البذور. ومعي شيف طلال كوكاش اللي دائما انت المستشار تبعنا الخاص بالمطبخ. اكيد اكيد، انا بحب قدم نصائح لكل ست بيت بتحب مطبخها، ودائما بتجيب لنا تحديات، دائما نحن بنحب نحط المنتج تحت التجارب، منشان نفرجي كل ست بيت قديش نحن عم نعطيها شغله تريحها بالبيت وصحيه لها ولاولادها، منشان هيك التحديات بتصير. شو نحن اليوم عاملين تحدي مع طبعا مثل ما شايفين هون التفاح. سماح، اذا بتشوفي هذا اذا بتشوفي هذا هاي هي الشفره اللي بتعصر الفواكه بالعصر البطيء. طبعا مزبوط. هي مش شفره، يعني شفره شوفي ما بتاذي، ما بتاذي لا، لانها هي سيراميك. مزبوط. فهذا القلب تبع المكنه اللي طيب نحن المقارنه اللي حنعملها، حنعمل مقارنتين مو مره واحده بس. ما عندنا هون مثل اول شيء عندنا طبعا عندنا لحظه بس لشغلها سوري. طبعا عندنا هون عصاره بلزانو، اسمعوا صوتها، صوتها يا دوب خفيف يعني، ونحن حنقارنها بتقنيتين، سواء كانت العصارة السريعة أو عنا الخلاط، لنشوف بكل الأحوال كيف هي بتشتغل بالتقنيتين مع بعض. هلق سماح بيقولوا عنا خلاط بالبيت، خلاص بنعمل عليه الفواكه دلش؟ بس طبعا أكيد أكيد. شوفي أول شيء عندي أنا هون، أول شيء سمعنا الصوت، طيارة وشغالي هي مزبوط. وإذا شغلنا الثاني طبعا نحن عنا بيروح صوتي كلياته
ما عادش رح تسمعيني اصوات عندك انفجارات. بس خليني اورجيهم كيف بنحط حبه الفواكه مثل ما هي. مالك مضطره لا تقشريها لا تخسري الفوائد اللي فيها ولا حتى البذور اللي كل القشور والبذور بتكون فوائد فيها. بتحطي حبه الفواكه مثل ما هي بتعملي لها هيك وبكل سهوله مع الصوت تبع عنا اللي عم يصير عنا العصر. سماح الخلاط طبعا ما راح يشتغل اذا ما حطينا له مي مثل ما شايفين عنا هون. هذا الخلاط يعني ما عم ياخذ التفاح فلازم نضيف له مي نحن ليقدر يضرب الفواكه ويصير عندنا عصير. شوفي نسبة المي اللي حطيتها مشان لما يخلط التفاحات وبعده مش عم يضربهم مزبوط. كمان نضيف شوية مي بلكي يكون في عنده قدرة ويعملها. أما العصارة الثانية اللي عندي عم بيصير معي أشياء كثيرة يا سماح. شوفوا هون عنا القشر ناشف 100% عم يطلع من العصارة. أنا العصارة تبعي خلص خلصت خلصت بكفي بكفي. بس أما عندي أنا هون أنت عم يصير معك أشياء غريبة بس طلع لك عصير. ما هو حتى هاي لو حطيت كمية كثير كبيرة لا أكيد بدك تعملها هيك لبينزل العصير. أنا كفلها بس مشان أعبي الكاسة ليشوفوها. خلينا نشوف وصلت الفكرة. هون شوفوا العصير أنا عندي هون ناشف 100% طالع معي القشور والبذور مثل ما قلت لكم مستفيدين من كل طبعا الفوائد الغذائية. هلا حنشوف شكل العصير كيف حيطلع من الاشياء المختلفة اللي نحن جربناها. حشوف اول شيء بالاول شوفوا هاللون الحلو حنحط مقارنة بقى طبعا هون من العصارة التقليدية. ثلاث قطع خلينا نشوف الخلاط. اول شيء شوفي عندك هون كيف فصل العصير. هاي قطعة ثنتين والرغوي وهون نحن بس نحط هاي طبعا. هذا انت لسه بدنا نصفيهم. ما هو حتى لو صفتيهم لو صفتيهم ما راح يطلع عندك عصير. راح يطلع عندك المي اللي نحن ضفناه لمنه الخلاط عمل العصير. مزبوط. شوفي هاي المي اللي حطيتها انا. هاي المي نفسها ما في الفيتامينات كلها والفوائد عندك هون الغذائيه تبع هاي كلها طلعت. هاي مثل ما انا شايفين انا حاخذ اشرب العصير. خليت شفنا اللون قديش كثير حلو. هلا انا صار وقت اشرب العصير ان شاء الله صحه وهنا. وبدك تعطينا هلا التجربه الثانيه. هسا شوفي عندنا هون هاي شوفي 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 هاي جزره مثل ما هي. حبيت انه نحط حبه الفواكه مثل ما هي. بتحبي تحطيها انت ولا بحطها انا؟ انا بحط واحده وانت بتحط الثانيه كمان. فكره من عينك. شوفي سماح شوفي واو. هاي برتقال هيدا احلى شيء مع هيدي العصاره. بنحط القطع الفواكه مثل ما هي بتنزل طبعا. هون بصير عندنا عمليه الهرس والخلط بنفس الوقت لنستفيد من كل طبعا المواد والفيتامينات والمواد المفيده منها. بتطلع ناشفه 100% ناشفه ما فيها شيء. شوفي 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 عندك كيف الجزر طلع ناشف عندي هون. واو. وعندي العصير هون صار جاهز سماح. هون عم نشوف العصير لون العصير بجنن. لون الاورنج مزبوط يعني عصير البردقان والجزر لونه بياخذ العقل. خلينا طبعا نشوف التقنيه اللي بتشتغل فيها هيدي العصاره بلزانو الايطاليه الشهيره وهي تقنيه العصر الرائعه اللي عم نشوفها هون معنا. وهون بتنزل كل طبعا الفواكه والخضروات اللي عم نشوفها بتطلع بنفس الوقت تنخلط فبيطلع الشكل كثير حلو وبنكون نحن استفدنا 100% من كل طبعا المواد المفيده الموجوده هون. هون في تحدي عندنا نحن الجرين جوس او يعني حتى مو الديتوكس اللي هو كل شيء مفيد بهيدا العصير. اكيد سماح مثل ما شايفين نحن عندنا هون الورقيات طبعا. الخلاط ما بيمشي الحال ما بينخلطوا ما بيروحوا معنا ما بيصيروا ناعمين. وعلى المكنة العصر السريع العصائر التقليدية هاي ما بتشتغل كمان وما بتعصر عنا مثل ما عندي أنا هون ببلزانو. هاي الخيار مثل ما هو حبة الكيوي ورجيهم حتى حبة الألياف اللي هي المعدة يا دوب تقدر تهضمها. هاي بيظلن حتى لو عملتيهم بأي عصارة ما بيروحوا. وهي لأنه في ناس سألوا شو هاي اللي عم بحطها أنا. هاي الكرافس حتى تركت الورق اللي فيها عشان يعرفوا قد ايه فيها فوائد. هي على فكره الكرافس لانه هي الالياف هي بتساعد بعمليه الهضم بقلب المعده. ودائما اذا عندنا عصر هضم بيوصفوا لنا اياهم اطباء التغذيه بكل سهوله فيكم تستفيدوا منها وتستفيدوا منها حتى بقلب العصاره. سماح عندنا هون العصاره طبعا كثرنا نحن فيها شوي بالقالب تبعها بس رح تاخذهم هسه
كلهم شكلها عم تاخذهم شوي شوي. عم نسمع صوتها شيف كمان كيف عم تاخذ هيدي الالياف وايضا عم تاخذ انواع. فينا نحط كمان تفاحه معها؟ اكيد فينا نحط التفاحه. اخذت اتاخذت 100% وعصرتها. شوفي هي التفاحه عندنا حطيناها، عندنا كيوي كمان حط لنا الشيف، يعني هذا شكله عصير بياخذ العقل. هالعصير العصير الاخضر كثير صحي سماح، يعني انت عندك استفدنا من كل المكونات 100% فيه. أكيد. وحبيت انه كمان مثل ما احنا شايفين هون بنقدر نستفيد من الصوت تبعها قد عم تاخذهم وتهرسهم بشكل كثير حلو. اتوقع صار كفايه فينا نحن نحط العصير. واو شوفي اللون بجنن بجنن، لا عندك الوان شو اسمه صناعيه ولا شيء، عندك اللون طبيعي بس 100%. شوفي اللون الحلو كيف طالع عندك، ويعني العصير اخذتي منه كل الفائده الغذائيه اللي بدك اياها. مزبوط. هون عم تشوف هلا معنا قطعة كتير مهمة، لكن خليني قبل ما نحن انت تورجينا الطبخ، نحن الهدية اللي حكينا عنها عم نحكي عن طبعا اواني الطهي من ماركة وينسر. وينسر اللي بيميزها مثل ما لكم شايفين هي طبعا هي هيدي الماركة وينسر اللي شايفينها هون، هي كلها مصنعة من طبعا شو اسمه حجر، الحجر اللي هو الطبيعي الجرانيت، حجر الجرانيت اللي مصنوعة منه. شوفوا اللمعة تبعه قديش حلوة وجودة جدا عالية، ما في شيء بيلزق لا من الداخل ومن الخارج، وبتعطي توزيع حراري 100% متساوي. مشان هيك هيدي الطناجر كثير حلوة ومقدمينها لأول مرة هدية، لأول مرة مجموعة كنا نبيعها مقدمينها ست كامل هدية مع عصارة بلزانو التقنية العصر البطيء الإيطالية، وإثباتا لحكي التوزيع الحراري والطهي بطريقة صحية بدون إضافة أي بدل أي زيوت. سماح أكيد الحكي اللي أنت حكيتيه كله صح. هذه عندنا نحن الريش، ريش الغنم، شوفي كيف ماخذي اللون الحلو طبعا. واو. عندنا مستوية، وإذا بدي أقلبها أنا هسه على الجهة الثانية بسرعة بتاخذ. أما وشيف هي الدهون هي من اللحم أكيد نفسها. أكيد هي نحن بنعرف إنه هي في عليها الريش، في عليها الدهون الطبيعية اللي فيها، بس أنت شوفي عندك هون ما في شيء ملزق سماح. تماما شوفي. يعني إذا أنت بتزيحي كل شيء من هون ما في عندك أي شيء ملزق. مزبوط. وهون حأتركك تطهي الطريقة الصحية، شربنا عصير أكيد. صحي وأيضا طهي صحي. عم نرجع نتذكر مرة ثانية عصارة بلزانو بتقنية العصر البطيء بيج ماوث اللي نحن مقدمينها اليوم. طبعا عنا هيدي اللي نحن مقدمينها اليوم مع بعضنا عم نشوفها على الهواء. هي الحلو فيها انه فينا نحط قطعه الفواكه مثل ما هي، حبه الفواكه، وبنستفيد من كل الفوائد الغذائيه الموجوده فيها. طبعا انا معي هون لوحه لاشرح لكم فيها قد ايه انتم عم توفروا مصاري لما بتحصروا على عصاره مثل عصاره بلزانو بيج ماوس اللي نحن مقدمينهم. نحن عم نشوف هون اذا طلبتوا انتم رحتوا كل يوم مثلا من اي محل اخذتوا عصير طبيعي 100%، فكل كاسة عصير تكلفتها 38 ريال سعودي. وتخيلوا انتم على مدار الشهر كم كاسة فواكه طبيعية عم تطلبوها، 38 38 38. فنحن عم نحكي اذا نحن حابين نحصل عليها لست اشخاص لمدة 7 ايام، تخيلوا قديش مندفع مبلغ، مندفع 1596 ريال سعودي لنحصل لست أشخاص على كاسات عصير طبيعي 100%. أما العرض اللي نحن مقدمينه اليوم عرض ما بيتصدق، هتحصلوا على العصارة بسعر جدا تنافسي. قبل ما أذكركم طبعا السعر التنافسي، خليني أنا ذكركم بطبعا أسعار الموجودة بالأسواق لعصارة بتقنية العصر البطيء بتشبه عصارة بلزان، وايضا هي بتسع حبه الفواكه مثل ما هي. عم نحكي هون في عنا عصاره كينوود عم نشوف بسعرها طبعا موقع شهير 1469 ريال سعودي. عنا هون عصاره ثانيه وايضا بتسع حبه فواكه كامله، عم نحكي عن سعر عن 963 ريال سعودي. لكن نحن حنقدم لكم عصارة من ماركة إيطالية شهيرة أو بميزة البيج ماوس اللي بنقدر نحط حبة الفواكه مثل ما هي، حتحصلوا عليها مع هدايا جدا قيمة، عم نحكي عن 799 ريال سعودي. هيدا مو كل شيء، رح تحصلوا أيضا معها على مجموعة أواني الطهي من ماركة وينسر اللي نحن كنا نقدمها لوحدها كمنتج واللي هي مصنعة من الجرانيت. كل هالهدايا
هدايا بقيمة 579 ريال سعودي رح تحصلوا عليها مجانا. ما تنسوا تطلبوا هيدا المنتج من خلال ميزة صورية واطلبية، صوري المنتج واطلبيه على أرقام الواتساب المخصصة للمملكة العربية السعودية ولا دولة الإمارات، وأيضا ما تنسوا تتصلوا وتطلبوا من خلال الأرقام المخصصة لبلدكم اللي حتظهر هلأ على الشاشة. لا تروحوا بعيد، مكافية معكم بحلقة جدا مميزة ضمن الفرصة الذهبية مع بلزانو. كلياتنا بحاجة لنتناول 500 جرام من الفواكه وأيضا من الخضرة لحتى ندعم أجسامنا بالصحة وأيضا بكل المواد الغذائية والمكملات الغذائية اللازمة. عصارة بلزانو اللي بتجي لقلكن بالفوهة الكبيرة بتساعدكن لحتى تحطوا جميع أنواع الفواكه والخضروات الكاملة لتحصلوا على كل الغذاء وأيضا الفوائد اللازمة من هيدي الخضروات والفواكه. فيكم تعملوا العديد من العصائر، عملية جداً لألكم، سهلة الاستخدام وبتوعدكم بحياة صحية. الأمهات دايماً عندهم قلق وأيضاً رغبة كتير قوية لحتى يخلوا جميع أطفالهم يتناولوا المواد الغذائية اللازمة من الخضروات وأيضاً من الفواكه. مع العصارة اللي عم نقدم لكم إياها اليوم هيدي المشكلة ما فيها إلى وجود. بكل سهولة فيكن تعصروا لأطفالكن جميع أنواع الفواكه وأيضاً الخضروات من دون تقطيع، لح يحبوا جميع أنواع العصائر اللي بتعملولن إياها، سهلة التنظيف وجاي لألكن بالسعر استثنائي. احصلوا على هدية رائعة وهي مجموعة أواني الطهي من وينسور. وينسور مصنعة من حجر الجرانيت وطبقة غير لاصقة لطهي صحي، شكل مميز، مجموعة متكاملة، أحجام عملية. تحصلون عليها اليوم كهدية مع عصارة بلزانو الإيطالية بيج ماوث ضمن الفرصة الذهبية بسعر 799 ريال سعودي. اتصلوا واطلبوا الآن. كافيين معكم بحلقة جدا مميزة بفقرتنا الثانية ضمن الفرصة الذهبية، عم نقدم لكم يوم من أقوى عروض طبعا، وخاصة لا إذا حابين تحصلوا على عصائر صحية وتعيشوا حياة صحية وأيضا تاكلوا أكل بطريقة جدا صحية. بقدم لكم اليوم العصارة الإيطالية بلزانو بتقنية العصر البطيء وبميزة البيج ماوث اللي هي بتوسع حبة الفواكه مثل ما هي بدون ما تقطعوها وبدون ما تفقدوا أبدا طبعا عن قيمتها الغذائيه وبتوفر علينا كثير وقت. معنا الشيف طلال كوكش من جديد، نحن عم نعمل تحديات اليوم لنورجي قد ايه عن جد هي كثير مهمه. خلينا نبلش بالصوت. يلا شوف اسمع صوت العصاره. بس هاي صوت عصاره، اوكي؟ يعني اذا اخذتيها على البيت استخدمتيها. قبل ما كنا نعرفها ما كنا نعرف. اكيد نحن كنا نعرف صوت هاي عصاره. انا اقول لك انه هاي صوت عصاره بس صح. هاي صوت طياره. شوفي سماح، راح عندي الصوت كلياته هون. مزبوط هون. انت عندك الحبة مثل ما هي وانا عندي الحب مقطع كلياته. لازم تقطعيه هيك لمن تقدري تعصريه. حتى هون مثل ما هي، مثل ما هي تعملوا هيك وشوفوا كيف دغري مباشرة تنزل وبتنهرس وبيطلع عنا طبعا تطلع معنا هون كل العصائر تتخبى وايضا عنا الالياف تطلع من مكان الثاني. اما عندي انا سماح الطرطشي طبعا ونص العصير عم بيطلع لبرا والمكنة كثير صوتها عالي. شوفي كيف نزعت الدنيا كلها هون عندي. سويتها منشان شوية عصير وكل الكمية الفواكه اللي حطيتها أخذت منها شوي هون لأنه كلهم راحوا ورا. خلينا نشوف كيف حنكون عندنا العصير حينزل من عندي. مثل ما عم نشوف هون عندنا العصير اللي نازل من عصارة بلزانو بتقنية العصر البطيء اللي شايفينه قدامنا. قرب لنا بس العصير لنورجي الفرق الكبير باللون وايضا كيف هون فصلت عنا العصير بلش يفصل، لكن هون عنا حبه طبعا العصير طالعه مثل لون البردقان تماما على عكس طبعا هي العصاره.
وانا بدي اخذ هيدا البردقان واشربه. صح هون يا سماح. اما هون سماح انا راح اعمل لك عصير احمر. طبعا عندنا نحن هون جريب فروت مثل ما هي، مثل ما هي الحبه مثل ما هي، بس شغلنا المكنه. أوكي. هون الرمان، الرمان ما حدا بيحب البزر تبع الرمان، في عندك ناس كثير ما بتحب بزر الرمان. أنا بحبه وبضطر اشرب عصيره وما باكله لانه بتضايق من البزر تبعه. اما هون انا بس بنزل عندي الرمانات، طبعا انت بتاخذي العصير والبزر بيروح بيطلع لبرا مثل ما نحن شايفين. عم نشوف هون عم تطلع ناشفه 100%، وهون عم نشوفها ايوه حبيت الفواكه. شوفي عندك انت هون هذا الرمان، حتى فينا نحط خوخ البزر. ونحط اكيد تفاحة مثل خوخ. ما هي بتحطي خوخ، عندك خوخ تفاحه حبه الفواكه، خلينا نشوفها بتقدروا تحطوها مثل ما هي حبه الفواكه، بس تعملوا هيدي الحركه. واذا بدكم تدفشوها هيك طبعا هذا فريز عندنا البوشر الموجوده او لا. اسمعين صوت، سمعانين الصوت تبع هون عندنا طبعا تفاح مع قشره مع كل الفوائد عم تطلع. شو لونها حلو، شوفي اللون الحلو، وطبعا طعمتها احلى، عرفتي اللون كثير كثير حلو. وطبعا عندك فواكه مشكله، فواكه حمراء كلها حطيناها قدامكم، وشفتي اللون ما بيفصل وما في قطع. صحة وهنا. شوفوا كيف استفادت أنا، بتاخدوا عن جد مثل هون عصير البرتقال ما في ولا نقطة فيه، مستفيدين من كل شيء، ما في أبدا شيء من الشوائب اللي بتطلع لنا. هون شو عاملين؟ سماح شوفي، وشوفي سماح عندك أنت هون الجزرة، طبعا مش مسلوقة ولا شيء، بس نحن مقشرة، وحتى إذا ما قشرتيها عادي فيك نسمع صوتها. شوفوا صوت كيف عملية الهرس اللي بتقوم فيها. أنا ناس طبعا بدنا نورجيهم حتى هي العملية الهرس بتنقام بهي القطعة الأساسية هون. طبعا تفضل شيف انت وانا حورجيهم الهرس عم تقوم. هي منا شفرة، منا شفرة، ليكو انا بقدر اعمل ايدي هيك ولا في شيء عم بينجرح ولا شيء. هي عم نشوف عملية طبعا عنا الهرس بتكون بتستفيدوا من كل المواد الغذائية الموجودة بكل انواع طبعا الخضار والفواكه والاعشاب المختلفة لنستفيد منها. هون عم نشوف شيف حطيت انت كمان، شايفة انا مانجا، حطيت المانجا وحطيت الاناناس وحطيت جزر، وعندك انت هون طبعا صار العصير جاهز. شوفي لون العصير كيف طالع بيجنن. واو كثير كثير حلو لونه. واو قديش اللون بيجنن عن جد. اللون هو طبعا مثل هيدا اللون الخاص ب طبعا المانجو والاناناس وايضا جزر. شرب شيف وقل لي رايك فيها، لانه شربت كثير يعني عصاير ما خلت لك شيء. ذوق وقل لي شو رايك فيها. شكله شيف حاببها كثير. طيب انا لبين ما شيف طبعا انت شوفي سماح ما عندك اي شيء ولا اي شيء، طعمته بتجنن، شيء بجنن. بتجنن. هون عم نحكي طبعا برجع مره ثانيه عن ميزات طبعا هيدي الاواني اللي نحن مقدمينها، وهيدي طبعا من ماركت وينسر الرائده اللي هي كلها مصنعه من الجرانيت، منشان هيك بتشوفوا مثل الحجر يعني هون الطبعه تبعها لمعتها كثير حلوه. وايضا عندنا اذا عم نشوف من الخلف توزيع حراري متساوي، وايضا لوجو الخاص بوينسر، طبعا جودة جدا عالية رح تحصلوا عليها مع هيدي طنجرة. وهلأ كمان عم نعمل اثبت لهم انه الهدية اللي مقدمينها نحن اليوم المقاس تبع الكبير قديش كمية الكمية كتير والسعة كبيرة. كبيرة كتير عندك هون انت كمية كتير كبيرة سمح. اوكي شوفي شوفي واو. هيدي 28 سنتي، السعة بتوقع اكتر من 10 كاسات رز، صح ولا لا شف؟ ايه اكيد. هالمرة هاي عملت لك رز بدون دجاج وبدون لحمة، لأنك أنت سألتيني كل مرة دجاج ولحمة، فهالمرة رز مع خضرة بس. أي صح أنا سألتك هذا السؤال، أنا كثير بتحب تحط لنا دجاج، بس أحيانا في ناس بيحبوا الرز مثلا جنب أكلة. هون عم نشوف، خلينا نقلبها إذا بتحب. لا لا هي بتكفي هو لأنه طبعاً. الصحن امتلى عندك هون ولسه قديش بقيان في كثير. شوفي شو بعد قصص. عندك شوفي شو بعد عندك رز هون. واو مزبوط الصحن امتلى عندنا سماح مثل ما نحن شايفين. واو أوكي كثير حلو. يعني سماح انت عندك هاي كميه الرز لكم شخص عندك بالبيت؟ فيعني صار عندنا جبل من الرز. هاي وينسر كثير كثير حلوه الكميه طبعاً. كثير كثير حلوه. بتشكرك شايف لوجودك معنا، حلقه كثير مميزه بكل النصائح سماح. اللي انت عملتها. خليني ارجع اذكركم مره ثانيه طبعا اذا شفنا حابين نحصل على عصائر طبيعيه اسبوعيا طبعا عيله من 6 اشخاص مؤلفه، اذا كل يوم بدنا نشرب كاسه عصير واحده تكلفتها 38 ريال سعودي. اذا نحن اسبوعيا عندنا 6 افراد طبعا بعائلتنا،
فأسبوعيا رح نتكلف مثل ما انكم شايفين 1596 ريال سعودي لنحصل على عصير فواكه طازج. مو بس هيك، إذا انتم حابين تحصلوا على عصارات بالعصر البطيء من ماركات ثانية مختلفة ومواقع شهيرة، فعم نشوف هون عنا عصارة سعرها 1469 ريال سعودي، عصارة ثانية هون سعرها عم نحكي عن 963 ريال سعودي لوحدة. أما نحن العرض الرائع اللي عم نقدم لكم يا سوا اليوم مثل ما لكم شايفين، وهو عصارة بلزانو الإيطالية بيج ماوث اللي بتقدروا تحطوا فيها حبة الفواكه مثل ما هي، وأيضا مع مجموعة متكاملة من أواني الطهي من وينسر مجانا اللي قيمتها لوحدة 579 ريال سعودي، رح تحصلوا على هيدا العرض الرائع بسعر تنافسي لمدة أسبوع واحد بس بسعر 799 ريال سعودي. لازم تستغلوا هيدي الفرصة لأنه هي فرصة ذهبية عن جد، وهذا العرض الأقوى على الإطلاق. بنقدم لكم عصارة ومجموعة أواني من ماركة وينسر اللي مصنعة من الجرانيت مع أدوات للطهي مجانا 100%. استغلوا هيدي الفرصة لمدة أسبوع واحد بس، وما تنسوا ميزة صورية واطلبية وبعطي صورة المنتج على أرقام الخاصة بالواتساب سواء للمملكة العربية السعودية أو لدولة الإمارات. وما تنسوا أيضا إذا حابين تتصلوا مع مركز خدمة العملاء هيطلع رقمهم بعد طبعا انتهاء هيدي الحلقة من خلال الأرقام المخصصة لبلدكم لكل دولة. مني أنا سماح، بودعكم وبشوفكم دائما بحلقات جديدة. باي باي. كلياتنا بحاجة لنتناول 500 جرام من الفواكه وأيضا من الخضرة لحتى ندعم أجسامنا بالصحة وأيضا بكل المواد الغذائية والمكملات الغذائية اللازمة. عصارة بلزانو اللي بتجي لقلكن بالفوهة الكبيرة بتساعدكن لحتى تحطوا جميع أنواع الفواكه والخضروات الكاملة لتحصلوا على كل الغذاء وأيضا الفوائد اللازمة من هيدي الخضروات والفواكه. فيكم تعملوا العديد من العصائر، عملية جداً لألكم، سهلة الاستخدام وبتوعدكم بحياة صحية. مع العصارة اللي عم نقدم لكم إياها اليوم هيدي المشكلة ما فيها إلى وجود. بكل سهولة فيكن تعصروا لأطفالكن جميع أنواع الفواكه وأيضاً الخضروات من دون تقطيع، لح يحبوا جميع أنواع العصائر اللي بتعملولن إياها، سهلة التنظيف وجاي لألكن بالسعر استثنائي. احصلوا على هدية رائعة وهي مجموعة أواني الطهي من وينسر. وينسر مصنعة من حجر الجرانيت وطبقة غير لاصقة لطهي صحي، شكل مميز، مجموعة متكاملة، أحجام عملية. تحصلون عليها اليوم كهدية مع عصارة بلزانو الإيطالية بيج ماوث ضمن الفرصة الذهبية بسعر 799 ريال سعودي. اتصلوا واطلبوا الآن.